قد يبدو هذا المشهد غريبا على طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره. يوسف دوفش الذي يقضي جل وقته في صالة لعب كرة الطاولة بصحبة والده بدأ يكتسب مهارات واسعة لإتقان فنون هذه اللعبة. يوسف 3 سنين علمني بابا وحسام وبابا علموني التنس. أنا صغير بطل عالم. بطل فلسطين وبطل العالم التي لم يستطع لفظها بعد هو ما تربى عليه هذا الطفل الذي وضع في سلة مليئة بطابات كرة الطاولة بمجرد أن استنشق نفس الحياة الأول ليترعرع في عائلة رياضية نجحت في الاستحواذ على العديد من البطولات المحلية والدولية. حبيت اني اعمل اشي مميز لفلسطين فحبيت اتحدى العالم واطلع اصغر لاعب في العالم تنس طاولة. بعد ما انولد حوالي نصف ساعة حطيته بين الطابات وعيشته في جو لعبة التنس مع اخوته اللاعبين ابطال فلسطين بيلعبوا على مستوى الوطن العربي ومستوى عالمي. الولد انتشق على مسكة المضرب وعلى الطابات فهلا هو عمره يعني بلش لعب تنس طاولة فوق الطاولة هو عم بزحف فهلا وصلت الامور انه بيلعب تنس طاولة من فوق الطاولة بطلاقة وبقوة. الإثارة والمهارة التي يحملها هذا الطفل دفعت به ليتصدر مكانة مرموقة بين صفوف الرياضيين في الخليل سيما في هذا النادي الذي يتلقى فيه تدريبات مكثفة في اللياقة البدنية وكرة الطاولة. وأنا متأكد إذا تم الاعتناء بهذا الطفل رياضيا جسمانيا صحيا بتأمل من الله طبعا الأمل لله إنه هذا الطفل رح يكون يرفع اسم فلسطين ودولة فلسطين عالي جدا على مستوى التنس أو على مستوى رياضة نوع آخر لأنه بسم الله ما شاء الله هذا الطفل لياقة عالية جدا بالنسبة لعمره. وأنا يعني أجزم بأنه هذا هو أصغر لاعب في العالم لأني اطلعت على كل يوتيوبات العالم ما في أصغر منه لا بالعمر ولا بالمهارات يعني عنده مهارة مش طبيعية. محاولات حثيثة يقوم بها والد يوسف لإدخاله في كتاب جينيس للأرقام القياسية كأصغر لاعب كرة طاولة في العالم رغم أنه لم يتلقى الاهتمام والرعاية المناسبتين من المؤسسات التي تعنى بالرياضة الفلسطينية. هي الموهبة المسؤولة في التدريب المتواصل التي تجعل من طفل في الثالثة من عمره متقنا لأكثر الرياضات صعوبة لحاجتها لتركيز وذكاء عاليين ما يرشحه ليصبح أصغر لاعب كرة طاولة في الوطن العربي وربما في العالم. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، الخليل.